الجزء. نعم. فبالتالي يومها كان الهدف ان هو يبعث رساله للطرف الاخر. انما نشوف بقى لما بوتين اجتمع بالمجلس الامن القومي بتاعه عمل ايه؟ يقول لهم احنا هندخل حرب جديده قدام اوكرانيا. بيبدا ياخد راي نمره واحد وزير الدفاع ورئيس الاركان. نعم. انت قادر؟ هيقول له ايوه انا عندي قواتي كذا وكذا وكذا وقادر ان انا انفذ عمليه هجوميه. ويبدا حتى يقول له انا في ظرف كذا يوم هعمل كذا وكذا يوم احقق كذا وفي نهايه مده كذا هكون سيطرت على اوكرانيا. نعم. يبدا بوتين يسال المجموعه الاقتصاديه اللي عنده. وزير الماليه، وزير الاقتصاد، يقول له لان امريكا كانت سربت قبلها بكذا يوم عن طريق الواشنطن بوست 14 نقول ايه عقوبات اقتصاديه. نعم. على روسيا. نعم. برضه بيسال الراجل ده يقول له احنا قادرين ان احنا نتحمل هذه العقوبات الاقتصاديه. بيبدا يقول له ايوه قادرين، احنا عندنا احتياطيات كذا، ممكن يجمدوا فلوسنا بكذا. يعني الدنيا بتمشي كده. بعد كده يكلم وزير الخارجيه يقول له مين الدول اللي معانا ومين اللي هتبقى ضدنا ومين ومين. تمام. وهكذا برضو وزير الخارجيه بيرد. بعد كده الكي جي بي اللي هو مدير المخابرات العامه يعني الروسيه هيقول. نعم. له برضو الشارع بيقول ايه، المعارضه هتعمل ايه. يعني اللي انا عايز اقوله يا مدام عزه، نقول للناس ان مفيش عمليه بتتخذ لوحدها كده. نعم. وبرضو على الطرف الاخر جو بايدن عمل 3 اجتماعات لمجلس الامن القومي عنده عشان يشوف هيعملوا ايه. ولما بدات الحرب كانت امريكا اعلنت احنا مش هندخل الحرب ولا حلف الناتو، عشان كده انها قلنا انها حرب محدوده بين دولتين. نعم. مع بدايه بقى اعمال القتال تمت، اللي حصل ان روسيا عملت مرحلتين. أيه. ودي كانت اول مره جديده نشوفها. احنا. نعم. دايما الحروب العاديه بتطلع بالضربه الجويه. احنا لما يوم 6 اكتوبر فاكرين ان الضربه الجويه عملناها ب 220 طياره دخلوا ضربوا في اسرائيل. ايام حرب 67 اسرائيل قامت عليها بالضربه الجويه. امريكا لما هجمت العراق قامت بالضربه جويه. المره دي الروس عملوا حاجه جديده، بدل بضربه جويه ضربوا ضربه صاروخيه فلسطينيه. الصاروخ الفلسطي بيبقى ثمنه اقل، لان الطياره النهارده الاف 16 100 مليون دولار. نعم. والسخوي برضه 35 كده. نعم. فالاول مره تستخدم الروس الصواريخ الفلسطينيه اللي هي بتطلع بره الغلاف الجوي، فما فيش اعاقه ما فيش اكتشاف، مره واحده تنزل على الهدف. وقدروا في ظرف 5 ايام او 6 ايام انهم يدمروا البنيه العسكريه الاوكرانيه. وده اللي كان قاله بوتين في اول يوم. نعم. ضربوا كل المطارات، الطيارات الاوكرانيه، ضربوا الرادارات، ضربوا مراكز القياده، التجمعات القتاليه، المصانع. ولكن في اليوم السادس كانت السماء الاوكرانيه مفتوحه تماما امام القوات الروسيه، ودي احنا بنسميها سياده جويه او اير سوبريمسي. نعم. عشان كده طبعا الافندي اللي هو الرئيس الاوكراني طلب من حلف الناتو امريكا يعملوا لنا حظر طيران. ايوه. حظر طيران يعني معناها الدول دي تمنع اي طياره تطير اذا هيخشوا في صراع او في حرب مع روسيا. وبالتالي. نعم. رفضت امريكا ورفض حلف الناتو ذلك. نعم. بدات بقى اعمال القتال تتم. بداوا زي ما قلت في ال5 ايام 6 ايام الاولانيه عملوا في تدمير البنيه الاساسيه. الناس كانت بتسال بقى معقول بتحاربوا 7 8 ايام وما خدتوش كييف او ما خدتوش اي مدينه؟ صحيح. نوضح يا مدام عزه. اتفضل. عندنا كعسكريين أسوأ قتال بيتم قتال المدن. طبعا. ومهما كانت قوه عسكريه بتصطدم قدام مدينه. ابسط مثال عندنا عشان المدنيين. عشان المدنيين. نعم. ممكن فرد بار بي جي يوقف كتيب الدبابات قدامه وهي داخله الشارع. نعم. والمثال عندنا حي ال40 في السويس في يوم 23 اكتوبر 73 اكبر عمليه عظيمه قام بها شعب السويس. نعم. ومين مقاومه شعبيه؟ ما فيش، الجيش كان موجود. نعم. وقفوا امام الجيش الاسرائيلي
ولم تستطيع عن اسرائيل انها تقتحم مدينه السويس. عشان كده بنقول يا مدام عزه ان اقتحام المدن اقتحام صعب. أي. عشان تقتحمها زي ما حضرتك قلتي هضطر اضرب قنابل مدفعيه اموت المدنيين. وبوتين الاسبوع اللي فات قال ان الاوكرانيين كانوا جزء من روسيا الشعب الروسي. نعم الشعب الروسي. فانا مش عايز اكسرهم مش عايز اعمل فيهم كسائر. هو ممكن بمنتهى البساطه انه يضرب ويدمر ويخش، لكن قال انا مش عايز اكسر الاوكرانيين لانهم جزء مننا. وبالتالي النهارده طبعا الطرفين دخلوا في مباحثات. نعم. الجوله الاولى والجوله الثانيه. تبص من مطالب كل طرف تلاقيها صعبه انها يتوافق عليها من الثاني. عندنا اللي هو نقول ان المطلب الاول اللي ممكن يتم ان روسيا طالبه اول حاجه ان اوكرانيا تعلن انها بترفض وجودها في الناتو.